السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. اول حاجه الف مبروك للناجحين في شهر الله. اليوم حبينا نديروا فيديو شويه قصير نحكيوا عن دليل التسجيلات الجامعيه لطلاب شعبه التسيير والاقتصاد بكالوريا سنه 2020. يعني لمينا جميع التخصصات التي يمكن ان تمنح لطلاب شعبه التسيير والاقتصاد. ما تقعدوش تحوسوا منو منين نجيب شعبه واش من شعبه نخيره. ان شاء الله الفيديو هذا يكون وافي لجميع التساؤلات تاعكم. غنحكيو على المدارس العليا، المدرسة العليا للأساتذة وجميع التخصصات الجامعية. أول شيء بوه نبدأ كالعادة مع أول شيء اللي هما الناس بكل تحوس عليها، الأقسام التحضيرية اللي هما المدارس العليا. عندنا في التخصص تاعنا هنا المشكل الكبير، يعني الأولوية مدينا لأصحاب الماط. يعني هنا احنا ماشي راحين نحكيو على المشاكل التي تعاني منها الشعب، راحين نشوفوا فقط دليل تفهم واش هو المدارس العليا اللي كاينين. كاينين 8 مدارس عليا خاصة بالتخصص تاع شعبة التسيير والاقتصاد. عندنا أول حاجة مدرسة عليا للتجارة، مدرسة عليا للدراسات التجارية، مدرسة عليا للتسيير والاقتصاد الرقمي، المدرسة الوطنية العليا للإحصاء والاقتصاد التطبيقي. هادو 4 الأولين بكل موجودين في مدينة القليعة. المدرسة العليا للاقتصاد راهي في وهران، المدرسة العليا للمانجمنت موجودة في ولاية تلمسان، المدرسة العليا للمحاسبة والمالية موجودة في قسنطينة، والمدرسة العليا لعلوم التسيير موجودة في عنابة. هادو بكل مدارس ذات تسجيل وطني. متفاهمين؟ هنا يتم الترتيب شروط القبول. أول حاجة لازم تفهم، لازم تفرق بين شرط القبول ومعدل الدخول. كي تفهم هذه تعرف تخير التخصص تاعك. متفاهمين؟ دقة هنا يتم الترتيب للحصول على المدارس هادو على طريق معدل البكالوريا، يعني يبداو من الكبير ويجيو هابطين حساب الناس اللي دار. بصح لازم شرط بيعطيك هادو التخصصات في بطاقة الرغبات. من بعد كي تسجلو تجبد بطاقة الرغبات تلقى واش هو لازم يكون عندك، ما تلقاهم في التخصصات الممنوحة لازم يكون عندك الباك 12 طالع، وشرط خلاف ثاني مادة الرياضيات 12 طالع. يعني كتعود عندك باك تاعك 16 وديت في مادة الرياضيات 11 ولا 10، يعني قل على 12، هادو الاختيارات بكل ما تلقاهمش. متفاهمين؟ تسمى لازم شرط تكون الباك 12 والباك 12 تلقى الاختيارات. لاش الباك تاعك 19 شعبة تسير اقتصاد ولا كانت عندك في الماط 11، هادو المدارس العليا بكل ما تلقاهمش. متفاهمين؟ ثاني حاجة لازم تفرق بين معدل القبول ومعدل الدخول. عطيتك معدلات تاع باش تقدر تدخل، معدل تاع الباك باش تقدر تدخل في سنة 2020. مدرسة عليا للتجارة سنة 2020 باش تدخل لازم يكون عندك الباك تاعك 1490. متفاهمين؟ طالع. متفاهمين؟ سنة 2020 لاحظوا باللي زاد 1580 طالع، كي تعود 1579 عفوا في الباك تاعك وخيرت مدرسة عليا للتجارة ما يعطيوهالكش. سنة 2022 ممكن ترتفع، ممكن تنخفض شوية على 1580، يعني مش راح تلقاها 17، يعني حتكون بين 1490 1580. متفاهمين؟ نجيو المدرسة العليا للدراسات التجارية. في 2020 لو كان ميكونش عندك الباك تاعك 1475 ما تقدرش تدخل مدرسة عليا للدراسات التجارية. سنة 2021 نشوفوا لاحظوا زاد 1577 خلاص كيف عام. هنا كل واحد مدرسة ومعدل 2020 و 2021. انا ما حطيت لكم 2020 و 2021 باش نلاحظوا باللي ان معدلات الدخول راهي تزيد. وهنا قلت لك في 2022 احتمال ايضا تكون معدلات الدخول تزيد تطلع، ما يهموناش الاسباب لو طلعت ولا هبطت. انت باش دير حسابك هنا باش الناس واحد يكون عنده في الباك 13 ويروح يحط اختيار مدرسة عليا دي في حسابك ما يعطيوها لك. شوف العام اللي فات 2021 ادنى معدل في الباك لازم يكون بيعطيوك مدرسة عليا هو تاع النابة، مدرسة العليا لعلوم التسيير هاي فيها 1469. لو كان يكون عندك 1468 ما تدي حتى مدرسة عليا. متفاهمين؟ هادو فيما يخص المدارس العليا. باه تلقاها نعاود، باه تلقاها في بطاقة الرغبات لازم يكون عندك باك فوق 12 طالع والمار 12 طالع. تلقى هادو المدارس العليا في بطاقة الرغبات باش تدخل المدرسة العليا. شوف الباك في 2020 قداه كان وفي 2022 قداه كان. عام هنا تا كل ما قلنا الآن وين نروحو؟ نروحو نشوفو المدارس العليا للأساتذة. للأسف شعبة التسيير والاقتصاد عاطينها 4 تخصصات
فقط. اول تخصص هو ما كاينني استاذ لغه اجتماعيه، ثاني استاذ تعليم الثانوي الاول. هادو هما الاربعه تخصصات اللي كاينين لا غالب، هذه هي الشعبه تاعكم. عندنا اول تخصص هو استاذ لغه عربيه، استاذ تعليم ابتدائي فقط. طبيعه التسجيل هو تسجيل محلي جهوي، نحكي واش هو تسجيل محلي جهوي بهم بعد كنوصلوا لتخصصات الجامعه ما نقعدوش نعاودو نشرحوا فيها. واش معنى هذا تسجيل محلي جهوي؟ انا انسان نسكن في مدينة سطيف، يعني نقولوا مادام نسكن في مدينة سطيف وخيرت أستاذ لغة عربية، إذا كاينة مدرسة عليا للأساتذة في سطيف راح نقرا تما في سطيف، إذا ما كانش في سطيف يبعثوني للولاية الأقرب مثلا البرج، إذا ما كانش البرج يبعثوني للجزائر، متفاهمين؟ هذا واش معنى هذا التسجيل محلي جهوي؟ مانيش أنا يعني نسكن في مدينة عنابة مثلا يدزوني نقرا في مدينة وهران، هذيك غير كيعود تسجيل وطني، نشوفوها في الحالة الثانية. خلاص قلنا أستاذ لغة عربية، أستاذ تعليم ابتدائي، طبيعة التسجيل محلي أو جهوي، شروط التسجيل على أساس المعدل العام للبكالوريا. يعني أول حاجة دق نشوفو هنا باش نلقى تخصص اللغة العربية في بطاقة الرغبات، يعني كي تروحو تسجلو كيفتح الموقع في 21 من الشهر هذا، يعطيك تحط المعدل تاعك يعطيك الرغبات. إذا كان عندك في الباك 13 ومادة اللغة العربية والرياضية 13 فما فوق، تلقى تخصص لغة عربية، متفاهمين؟ أستاذ تعليم ابتدائي مدرسة عليا. لكن هنا حسب عدد، شوفوا في الملاحظة وش معناته عدد المناصب حسب الاحتياج ولائيا. مثلا مديرية التربية ولايتك تحتاج 10 أساتذة تعليم ابتدائي، راح تعطيك 10 فقط، هنا راح يكون تسجيل ولائي، يعني واش يسكنوا نديروا مثلا هزوا ولايه قسنطينه، متفاهمين؟ مديريه التربيه تاع ولايه قسنطينه تحتاج 100 استاذ تعليم ابتدائي، راح يكون تسجيل ولائي فقط، يعني غير سكان مدينه قسنطينه يقدروا يسجلوا في تخصص لغه عربيه استاذ تعليم ابتدائي. الناس اللي عندهم 13 في الباك و13 في ماده الرياضيات و13 في ماده اللغه العربيه. كاينين ولايات ما عندهمش احتياجات، نهزو نقولوا مثلا مدينه ولايه بومربات، مديريه التربيه ما عندهمش احتياجات في اللغه العربيه، لش عندك في الباك 13 وفي المات 13 وفي العربيه 13 ما تلقاش تخصص لغه عربيه ضمن الرغبات اللي يعطيوك، متفاهمين؟ فهم نوح لغه امازيغيه استاذ تعليم ابتدائي، هنا راح يكون تسجيل وطني العليا، تطرف المدرسة العليا للأساتذة ببوزرية، هنا راح يكون الترتيب على أساس المعدل العام للبكالوريا، متفاهمين؟ نفس الملاحظة عدد المناصب حسب الاحتياج ولائيا، لو كان نروحو مثلا ولاية سطيف عندهم يحتاجوا 3 أساتذة تعليم ابتدائي اللغة أمازيغية، كيف راح يكون الترتيب؟ يكون الترتيب من الأعلى إلى الأسفل، لو كان 3 من الناس، واحد عنده 17، واحد 16، واحد 15، هادو 3 الناس سجلت، يبداو من الكبير ويهبطوا للصغير ويهزوا 3 ولائيا فقط، ولاية سطيف، متفاهمين؟ عندنا ثالث تخصص هو موسيقى، أستاذ التعليم المتوسط، راح يكون أيضا تسجيل وطني، يعني بوكو تروحوا تقراوا في المدرسة العليا بالقبة، الترتيب يكون على أساس المعدل العام للبكالوريا، يبداو من أكبر معدل ويجيو هابطين، عدد المناصب حسب الاحتياج ولائيا، إذا كانت ولايتك تحتاج أستاذ موسيقى التعليم المتوسط راح تلقاها في التخصصات تاعك. اذا لقيت الولايه تاعك ما عندها ما تحتاج منصب استاذ تعليم متوسط في الرغبات ما تلقاش استاذ التعليم المتوسط، على هذيك كاينين ولايات يمدوا لهم وولايات ما يمدولهمش، متفاهمين؟ موسيقى استاذ التعليم المتوسط، عفوا هنا استاذ التعليم الثانوي الرابعة موسيقى أستاذ التعليم الثانوي أيضا يقرروا بالتسجيل الوطني بالقبة، الترتيب على أساس المعدل العام للبكالوريا، والتسجيل يكون ولائيا، المناصب يعني ولائية كل حسب احتياج ولايتك، تعود ولاية ما تحتاج أستاذ موسيقى تعليم ثانوي مش راح تلقى هذا الاختيار. نجيو الآن نشوفوا الجامعات، عندنا أول تخصص في الجامعة واللي هو التخصص المشهور و 90% يعني من التلاميذ شعبة التسيير والاقتصاد يعني يخيروا هذا التخصص اللي هو علوم اقتصادية والتسيير وعلوم تجارية، طبيعة التسجيل محلي جهوي، إذا كان هذاك التخصص موجود في ولايتك يعني يبعثوك للولاية تاعك، إذا كان التخصص غير موجود يبعثوك للولاية مجاورة، الترتيب على أساس المعدل العام للبكالوريا. عندنا ثاني تخصص هو علوم مالية ومحاسبة
موجود في جامعه تيزي وزو. هنا مش معناته الفرق بين التخصص الاول والثاني، الثاني راح تروح مباشره للتخصص تاع علوم اقتصاديه والتسويق وعلوم تجاريه، كتروح للسنه الثانيه تخير علوم التسويق، هنا تروح تقراها مباشره، يعني تروح التخصص مباشره اللي هو علوم ماليه ومحاسبه، موجود في جامعه تيزي وزو ذات تسجيل وطني. الاساس يتم الترتيب على اساس معدل البكالوريا، ولازم تكون عندك ماده الرياضيات 11 طالع، يعني باش تلقى هذا يخرجك ضمن التخصصات. ملاحظه هنا التدريس يتم باللغه الفرنسيه. هادو هما زوج تخصصات خاصين بالشعبه. كاين ناس حابه تقرا حقوق، هي خاصه تسجيل محلي جهوي، الترتيب على اساس المعدل العام للبكالوريا. عندك علوم سياسيه تسجيل محلي جهوي على اساس المعدل العام للبكالوريا، بشرط ان يكون معدل الباك تاعك فوق 11 بيعطيك تخصص علوم سياسيه. خامسا هنا كاينه ايضا مدرسه عليا للعلوم السياسيه موجوده في العاصمه، تسجيل وطني على اساس معدل البكالوريا بشرط يكون فوق 13 بيعطيك المدرسه الوطنيه العليا للعلوم السياسيه. عندك لغه انجليزيه ولغه فرنسيه، هذو الزوج فقط يطبقوا عليهم المعدل الموزون، فما نقعدوش نحكيوا على معدل الموزون. لغه انجليزيه دازت تسجيل محلي جهوي، تسجيل محلي جهوي ما نقعدش نعاود تفهمنا، تسجيل محلي جهوي اذا كانت الجامعه تاع الولايه تاعك فيها لغه انجليزيه يبعثوك ليها، اذا ما كانش يبعثوك الولايه مجاوره. على اساس المعدل الموزون يجب ان يساوي او يفوق 11، تهز معدل البكالوريا تضربه في زول زيد له تاع ماده اللغه الانجليزيه تقسم على 3 لازم يخرج لك 11 طالع باش تدخل في الترتيب. لغه فرنسيه كيف كيف، معدل البكالوريا في 2 زائد نقطه اللغه الفرنسيه ويقسم لك على 3 يطلع لك المعدل لازم يكون فوق 11 باش تدخل في عمليه الترتيب. 8 لغه روسيه تسجيل محلي جهوي على اساس المعدل العام للبكالوريا. اللغه الروسيه الله اعلم كاين غير في زوج جامعات، جامعه الجزائر وفي قسنطينه، يعني ما كانش بزاف الجامعات. نجيو 9 لغه تركيه محلي جهوي على اساس المعدل العام للبكالوريا. علوم انسانيه تسجيل محلي جهوي، ايضا شروط القبول البكالوريا يرتبوك على اساس ترتيب معدل البكالوريا. علوم اجتماعيه تسجيل محلي جهوي، ايضا على اساس المعدل العام للبكالوريا. ايضا العلوم الاسلاميه تسجيل محلي جهوي على اساس المعدل العام للبكالوريا. عندنا علوم انسانيه تدخل ديريكت للتخصص تاع علم المكتبات، ممكن نوليو التخصص 10 علوم انسانيه، تقرا عام الاول جدع مشترك باش تروح السنه الثانويه الثاني جامعي تقرا تخصص علم المكتبات، هنا 13 اللي هي علوم انسانيه تروح مباشره علم المكتبات ذات تسجيل وطني، شرط البكالوريا تاعك يكون فوق 12. تخصص 14 هو علوم انسانيه علم الاطاعة ايضا تسجيل وطني، تقرا في جامعه قسنطينه، يكون المعدل البكالوريا بشرط ان يساوي او يفوق 11. علوم الاعلام والاتصال تسجيل وطني جامعه وركلة، بشرط يكون الباك تاعك فوق 11 واللغه الفرنسيه والانجليزيه ايضا 11 طالع. عندك 16 المدرسة العليا للصحافة وعلوم الاتصال بالعاصمة دازت تسجيل وطني على أساس المعدل العام للبكالوريا بشرط أن يكون 14 فما فوق. هنا الناس اللي تحب تقرا سبور علوم وتقنيات النشاط البدنية والرياضية تسجيل محلي جهوي بشرط يكون الباك تاعك فوق 11 ويتم الترتيب على أساس معدل البكالوريا. 18 فنون تسجيل محلي جهوي على أساس المعدل العام للبكالوريا. عندنا 19 لغة وأدب عربي تسجيل محلي جهوي، الترتيب على أساس معدل البكالوريا. لغة وثقافة أمازيغية تسجيل محلي جهوي على اساس المعدل. نروحو نجيو الان نشوفو المعاهد. عندنا 3 معاهد، معهد جامعه ورقله، معهد جامعه ام بواقي، ومعهد جامعه وهران. التخصصات نفسها كيما التخصص هذا علوم التسيير تخصص موارد بشريه نلقاو في ورقله وام بواقي ووهران ذات تسجيل وطني بشرط ان يكون البكالوريا 12 او يفوق، والترتيب يكون على اساس المعدل للبكالوريا. ايضا تخصص علوم ماليه ومحاسبه، تخصص محاسبه وماليه موجود في معهد في وركله وام بواقي ووهران ذات تسجيل وطني بشرط ان يكون المعدل العام للبكالوريا يفوق 12، متفاهمين. عندنا ايضا تخصص علوم ماليه ومحاسبه جامعه تيزي وزو ذات تسجيل وطني على اساس المعدله ما حكينا عليها فايت، ونقطه رياضيات تساوي او تفوق 11.
آخر حاجة عروض مختلفة. أيضا عندنا هنا جامعة عنابة فيها علوم تخصص ميزانية الدولة ذات سجل وطني، الترتيب على أساس المعدل العام للبكالوريا. جامعة بالعباس عندنا تخصص علوم تجارية، تجارة إلكترونية وتسويق رقمي سجل وطني على أساس المعدل العام للبكالوريا الذي يجب أن يفوق 11 أو يفوق، وأيضا مادة الرياضيات. عندنا هنا المدرسة الوطنية العليا للسياحة خاصة بتابعة لوزارة السياحة، نلقى فيها التخصصات التالية: وكالات السياحة والسفر، مانجمنت والتطور المستدام للسياحة، مانجمنت الإيواء، سير الإطعام، هي ذات سجل وطني. الدخول لهذه المدارس يكون عن طريق إجراء مسابقة كتابية فيها وأيضا مقابلة شفوية. هذا واش كاين في جميع التخصصات. معدلات القبول تاع السنوات الماضية راح تلقاوهم في وصف الفيديو، بيحب يحملهم ويشوف معدلات القبول تاع جميع التخصصات لهنا. إن شاء الله نكونوا ولو وصلنا شيء قليل من المعلومة. ربي يوفقكم إن شاء الله خاوتي، وعرفوا خيروا التخصص اللي حب.